بسم الله الحمد لله ربنا جعلنا دعاة السلام ومحبة ويان ياه. وبعد سيد ما قلت ربي في موضوع الزواج ذكر كل اللواتي يحرمن على الذكر الذي يريد زواجها، والتفصيل هذا موجدناش حتى شريعة دنيوية. يعني اللي يحب يعرف الكلام كلام الله القرآن، ما عليك أن ينظر اليد يشوف علاقتها بأضرار تقع، سواء كان أدمية ولا بيولوجية، أضرار تقع لو حدث نوع من أنواع ذكرت من الزواج. ما عليك كنت تبحث، هل ندعوكم إلى فهم كلام ربي، وبعد لك الخيار تحب تلتحق بنا أو تبقى على حالك اللي حال الضلالة والخسران المبين في الدنيا والآخرة. لا إكراه في الدين، نعود إن شاء الله رب العالمين.